والكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميت تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بكفاني القرار جزاء من جل أن المساني لقاد ما قاب أن الأمثالي الحمد لله بلا انتهاء هل ابن عبد الله ذي البعاي براءة المختار ليست تخفى إلا على من بالنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فساق ولي إلهي كاس سقيه دهق ملكت ربي مالك كل يتيم حالي له كحمني ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال فول الحق ونلت زوني برهني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من حيب نفسي بالنبي صلى الله عليه بسلام مطنب هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى الله عليه بسلام وسيلتي له ولقاد الكلام فرعني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم لو قطابي وما الأقدار ولسوانا وجه القدار حيتنا على الهدى فقلبوا ولسوانا صاقرين انقلبوا تسليم باق قاد للصواب هل الذي حورسني الصواب على الذي طلب كوني القديم لو سلام ذي البرية القديم لمن لو كليته بعد حمدي ومن قال فني أباد ملك الذي ليس له مباي لي قاد ما قاب حن المباي ناجاني الأليم والقبير وجاد للواسع والكبير فرعني الجميل نهم النافع أعلاني الملك وهو رافع ساق مكاره لمن قبل نهار مد الرتيما لي يقود المنح ملكني الملك والمليك والمالك الذي لو تمليك أجرا كبيرا وضوابا وجزاء
والواد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي ومحضرا نفد خدمة خير العالمين أحمد هل تسليما كريم حمدا فرأت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لقيري زابت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مسي للعالم للمصطفى 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 وجهت مالي قادة نفعا بلا مدرة فانقاد هو سفيه وهو سجاء بهمها ظلمي والأوجاء محمد صلى الله عليه في الآل وصحب ومن والاه محمد صلى الله عليه في الآل وصحب ومن والاه ما بلاي وما مادي وبرضا تنقاد لأغرادي نبينا المختار خير الأنبياء حلي تسليما حبيبي ربيا قلت له كليتي بالألم وزر ليقعد ولني رفعت قدمتي رفعت قدمتي رفعت قدمتي هلا الوزير صلى علي منارا تبديلا ربعت قدمتي إلى الماه السند ولزوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والقليل وهو الحبيب ويقدر القليل تسليم باق لا يزال زمانا على النبي ورسول أحمد أبقى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق سومي جئت بسل قصيد ساكرا لك بي وقبل ليقد تفضلك سنت قصيدتي تهيس كورا ولم تسل يا مالكي سكورا
سنت قصيدتي تهي سكورا ولم تصل يا مالكي سكورا أكرمتني إكراما مما سافعل وكل ما أردت منك انفعل أتيتني يا ربي من لدنك سكرا عكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في أروفي وقيري وجدت بالمعروف ملكني بكونك الكريم ما قاد لك تبصير وتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت ظلما كافأني من مال كفءا أحد بمال غيري ساق كل من جعد أكرمني بقل والله أحد ربي ولم يكن لو كفءا أحد ناجاني الله المكرم سمت تناجيا بك فاني الكمت وجعل الأكرم وأنفى الكرم ودرري بخير رد الانزرم أسأل كونتي القصيدة قارقة لآدة مفيدة يا أيها القيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل الكلام من على قاري ذي الرافع بما يبوق ظن من معرفة لناسم الأوروب قلد الرب يا من كفى وسى القرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوة يا قيوم يا مكرم يا نجاك عبدك القديم موسى صلى الله مسلما على مزعزئ القلى يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلن صلاة قد لبست بها نزما لوجهك يا من قد ما كسني فاقبل نزامي وسعي كل كرما.